بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بحضراتكم. كل سنة وحضراتكم بألف خير إن شاء الله. بكرة يكون أول أيام شهر رمضان المبارك، يا رب يتقبل صيامنا وقيامنا، يكون شهر خير على كل الأمة العربية والإسلامية. نقول بقى هنتكلم عن إيه النهاردة. بيقولوا إن راحة البني آدم بتبدأ من رجليه، يعني رجلينا دي حاجة مهمة جدا. الواحد لما بيجي يتحرك في أي مكان أو يبقى لابس مثلا شوز ضيقة شوية ورجليه فيه ألم، يحس إن جسمه كله بيوجعه وإنه مقريف ومش عارف يتحرك ومش عارف يسمع حد ومش عارف يعمل أي حاجة. ده معناه إن راحة رجلينا ده شيء مهم جدا. لو اتكلمنا بقى عن الركبة وخشونة الركبة، واللي يمكن كنا بنقول من فترة إن دايما تيجي للناس الكبار شوية في السن، لكن دلوقتي ما بقاش الموضوع كده، الشباب كمان ممكن يتعرضوا لخشونة الركبة. بيقولوا إن الوراثة هي عامل رئيسي وأساسي في الموضوع، زيادة الوزن، تقوس الساقين، الاجهاد المتكرر، الأمراض الروماتيزمية، يعني يمكن حاجات كتير جدا بتسبب لنا خشونة في الركبة. وأول ما نبقى قاعدين مثلا لفترات طويلة ونيجي نقوم فنحس إن ركبتنا مش قادرة تتحمل جسمنا، ساعتها نحس بألام شديدة جدا. أو نفضل واقفين لفترات طويلة ونيجي نتحرك فنقول رجلينا خانتنا. خلونا نتكلم النهاردة عن خشونة الركبة وإيه هي أسبابها وإزاي ممكن نعالجها وإزاي ممكن نتجنب إن هي تجيلنا أو المخاطر بتاعتها. ده هيكون كلامنا إن شاء الله مع الأستاذ الدكتور محمد خطاب، وأكيد برحب بصلاة حضراتكم وأسئلتكم، ولكن بعد الفاصل. برحب بحضراتكم مشاهدينا معنا مرة تانية. معنا النهاردة الأستاذ الدكتور محمد خطاب، أكيد برحب بصلاة حضراتكم وأسئلتكم. دكتور محمد سلام عليكم. كل سنة وحضرتك بألف خير ومنورنا النهاردة، ربنا يخليك. يعني أي حاجة في العظام بقى وفي الرجلين بالتحديد بيبقى شيء مؤلم جدا لأي حد، يعني احنا بنقول رجلينا دي هي اللي شايلة كل حاجة فينا تقريبا. والبني آدم لما يحس بأي ألم في رجله بتبقى الأريافة كلها والعكنانة كلها، وحاسس إن هو مش عارف يعمل أي حاجة. صحيح. خشونة الركبة كنا زمان نقول انه كل الامراض اللي احنا ممكن نكون بنسمعها بتاعت العظام دي دايما كانت مرتبطة بكبار السن. النهاردة لا، الموضوع اختلف. النهاردة كمان بنتكلم عن الشباب والولاد اللي لسه صغيرين واللي بدأوا فعلا يشتكوا من في ألم في الركبة، في ألم في رجلهم، في ألم في المفصل، يعني كل الحاجات اللي احنا بقينا بنسمعها بقت صغيرين وكبار. صحيح. واحنا بنتكلم النهاردة بالتحديد عن خشونة الركبة، خلينا نعرفها هي ايه الاول. بص يا سيدي، الخشونة هي احنا عندنا خشونة الركبة بالذات، الركبة ده التقاء بين عظمتين، عظمة الفخذ فوق وعظمة القصبة تحت، وقدامهم بتتحرك عظمة الصابونة. اي التقاء بين عظمتين بيبقى محتاج تليين للمفصل في المكان ده، يعني في سائل بيلين الحركة. ثانيا لازم يكون سطح المفصل ده بيلمع خالص، يعني حاجة اولا زي الازاز كده قوي ومقاوم للاحتكاك، مش سهل ان هو يتقشر، مش سهل ان هو يتعور. مع تقدم السن شوية، ده في الناس اللي بيجي لهم خشونة لان السن زاد، او ممكن يجي بدري عن كده زي ما حضرتك بتقولي في الشباب، بس لاسباب بقى، يعني حد وزنه مليان شوية فده بيزود التحميل قوي ويزود ويقلل الدورة الدموية في المفصل، بيزود الاحتكاك على المفصل فده يعجل بحدوث الخشونة. يعني الخشونة هتيجي، بس هتيجي في سن متأخر. اللي بيجيبها بدري الحاجات اللي بقول لحضرتك عليها، احنا نعجل بيها بالظبط كده. الوزن يزيد، قلة الحركة، قلة الرياضة، ضعف العضلات، طبيعة شغلنا اللي هي كلنا معظمنا قاعدين على مكتب، طبيعة حياتنا بقى محدش بيمشي، كلنا بقى سايقين عربيات، فيعني كل ده بيعمل ضعف في العضلات وبيخلي الاحتكاك يزيد قوي على العظم. مش بس في الركبة، كل العظام. يعني احنا بنتكلم دايما ان احنا عايزين نقوي العضلات اللي جنب العظم، العضلات اللي جنب الفقرات عشان تقلل التحميل على الفقرات، العضلات اللي حوالين الركبة عشان تقلل التحميل على الركبة. ده بيفرق كتير جدا. والوراثة كمان يا دكتور. والوراثة، بس دايما يمكن احنا قلنا ده دايما الوراثة، الكتب لسه محتارة، يعني لسه الناس بتحتار هل هيتلعب دور اساسي في الموضوع ولا لا. بالظبط كده. الوراثة ده هل هو عامل اساسي، يعني هل انا بورث المرض ولا بورث السبب بتاع المرض. يعني انا عيله مثلا كلهم تخين، فانا هطلع التخين زي والدي او زي والدتي، فزي ما جالها خشونه هيجي لي خشونه لنفس السبب، لان الوزن زياده هنا والوزن زياده هنا. ولا هل الموضوع مرتبط بجينات؟ طبعا في ابحاث كتيره دلوقتي، وفي حاجات، في ابحاث بتقول ان الجينات ليها دور، وبدانا نتوصل لده. بس يمكن دايما احنا بنقول حتى في المؤتمرات ان الجديد في الطب دلوقتي
هو الطب الحيوي، اللي هو ازاي احنا نعالج او نحفز خلايا معينه في الركبه تقوم هي تصنع سائل، او ازاي نحفزها فتحافظ على الغضروف كده. يعني ازاي هلعب في ده جينيا او هلعب في ده دوائيا بحيث ان انا اخلي الخلايا نفسها هي اللي تعمل ده. طب الركبه بقى عباره عن ايه يا دكتور؟ تكوينها ايه؟ الركبه دي اوضه مفصل مقفول، عظمه فوق وعظمه تحت والصابونه قدامه، والعظمتين دول ماسكين في بعض رباطين في النص، الاثنين عاملين كروس كده، فعشان كده اسمهم الرباط الصليبي. واحد اسمه الرباط الصليبي الامامي وواحد اسمه الرباط الصليبي الخلفي. دول اللي بيمسكوا المفصل وبيحافظوا على ثباته اثناء الجري او اثناء الحركات المفاجئه، وطلوع السلم ونزول السلم وطلوع السلم ونزول السلم. بس وانا واقف التحميل ما بيبقاش على الاربطه خالص. دايما الناس بيبقى عندها فكره ان احنا اللي عنده قطع في الرباط الصليبي ده ما بيعرفش يمشي. لا بيمشي، وفي ناس كتيره جدا بنكتشف ان عنده قطع في الرباط الصليبي بقاله سنين وهو مش داريان، لانه ما احتاجوش او ما جريش فرجله فلتت منه، او ما عملش حركه التوائيه مفاجاه فركبته خانته فما حسش بده. الاهم من الرباط الصليبي الغضروف الهلالي. الغضروف الهلالي ده مخدتين جوه المفصل هما اللي بيمتصوا الصدمات اللي بين العظمه اللي فوق واللي تحت، ودول اللي هم مع الناس اللي وزنهم زياده الغضاريف دي المخدات دي بتتبطط خالص وتبقى رقيقه قوي وسهله القطع. عشان كده اي حركه التوائيه في حد مليان ممكن يقطع غضروف في الركبه والركبه تورم وتلتهب ده نتيجه زياده الوزن. نتيجه زياده الوزن، زياده الوزن خلت الغضروف ده ضعيف خالص قابل لانه يتقطع. طيب ايه اللي توصلته ليه يا دكتور؟ يعني لما اولا هي هل الخشونه دي بتبقى درجات مثلا؟ احنا معروفين كده كمصريين ان احنا ناس بنتحمل قوي، مش من السهل ان اي حد اول ما يشتكي يجري على الدكتور. لا، هو بيستنى لمراحل خلاص بقى هو مش قادر يستحمل الالم بقى شديد جدا، فساعتها يجري يروح للدكتور. واحيانا بتبقى مرحله صعبه شويه ممكن يبقى العلاج فيها مش سهل. بالظبط، وهكمل على كلامك. فضل. احنا ممكن نشوف حد النهارده عنده خشونه في البدايه، على ما نفهمه ان هو ياخد قرار ويبدا يعالجها ازاي بيكون المرحله اللي احنا فيها دي عدت ودخلنا في اللي بعديها. بمعنى احنا عندنا الخشونه درجات زي ما حضرتك بتقولي، اربع مراحل مشهورين قوي. طبعا المراحل دي متقسمه بس خلينا نتكلم على الكلام العام. المرحله الاولى حاجه بدايه الخشونه، بدا الغضروف ده يورم، اللي هو القرقوشه اللي مغطيه العظمه بدات تورم وبدات تبقى سوفت قوي وسهله انها تتقشر وسهله انها تتشرخ، وبعد ما تتشرخ تبدا تقع منها حتت فيبدا العظم اللي تحتها يبان، فبدانا نقشر كده. ده اللي يعمل التجريح اللي بيحصل. بالظبط كده، كده دخلنا في المرحله اللي بعدها. بعد كده الحتت اللي اتقشرت دي تزيد قوي لدرجة ان المفصل كله او جزء كبير منه يبقى عريان، وفي الحالة دي يبقى المفصل خلاص بنقول عليه تآكل تماما ونفكر في ان احنا نغيره. مراحل الخشونة زي ما قلت لحضرتك كده مرتبطة برضو بالسائل اللي جوه المفصل. في المراحل اللي في الاول خالص السائل بيقل، ففي ادوية بناخدها بتزود السائل ده. بيجي علينا وقت ان الادوية دي مهما خدناها الخلايا اللي في جدار المفصل دي ما بتصنعوش، مهما هتديها ادويه خلاص هي عجزت مش هتشتغل. فنحقن سائل بديل، وبعد كده دي مراحل العلاج. وبعد كده لا، السائل البديل ده ما بقاش كفايه لان اتاخرنا فيه شويه فبدا يحصل حتت اتقشرت في المفصل. فلو انا حقنت السائل البديل عشان الين الحركه برضو في جوه حتت متقشره ومتعوره وهتسبب الاحتكاك وهتسبب الالم. في الحاله دي بنعمل حاجه بالمنظار، بندخل نعمل تنظيف للمكان ده ونصلح الغضاريف اللي فيها مشاكل عشان لما نحقن المفصل وهو كويس. إيه انتوا بتحقنوا يا دكتور نفس السائل اللي هو فقدته الركبه؟ سائل بديل، سائل صناعي مش طبيعي. طبعا. وده له فكره برضو. يعني في كلمه في موضوع السائل الصناعي ده، انا عشان اكون السائل بتاعي بتاع الركبه انا محتاج ان الخلايا اللي في جدار المفصل تبقى شغاله. طب انا عندي الخلايا دي عجزت بطلت تشتغل خالص فمفيش سائل، مفيش، فانا هحقن دلوقتي سائل بديل صناعي زي ما قلنا. والسائل الصناعي ده له عمر افتراضي، يعني بعد سنه، ست شهور، ثمان شهور، سنتين، على حسب نوع الحقن وعلى حسب حاله المفصل مش بس النوع.
السائل ده بيتلاشى خلاص، بيستهلك وخلص مفعوله خلص، فانا كده رجعت زي ما كنت، انا محتاج احقن تاني. دايما الناس عندها فكره لا انا مش هحقن، الناس بتخاف من اي حاجه بالظبط، انا هحقن واتعود عليها. لا لا، هو مش موضوع مش متعود عليها، هو حضرتك ما عندكش من دلوقتي. فاحنا هنحط سائل، والسائل ده صناعي بعد وقت هيروح، فهحتاج احطه تاني. بعد فترة قد ايه بقى يا دكتور؟ بصي هقول لك حاجه، الحقن اول ما طلعت كانت حاجه بتقعد من سنه لثلاث سنين، وده المشهور لغايه دلوقتي، الحقن اللي بنحقنها بتقعد سنه اتنين تلاته. طب ده كويس، فتره كويسه، انا كنت متخيله ست شهور حاجه ده. انا هقول لك حاجه بمناسبه موضوع الوقت ده، انا عشان اعمل سائل لا يستهلك او يعني يطول في فتره الاستهلاك، انا بزود اللزوجه بتاعته شويه وغير التركيبه الكيميائيه شويه عن اللي جوه المفصل. طب انا لو عملته شبيه جدا باللي جوه الركبه هيبقى عمره اقصر. ايوه، احنا في مصر هنا بنحب الحقن اللي بتقعد سنتين وثلاثه واربعه وعشره. عشان ما نفضلش رايحين جايين. بالظبط كده. الالمان بيحبوا الحقن الثانيه، بيقعدوا ثلاث شهور يعني احقن، وبعد ثلاث شهور احقن، وبعد ثلاث شهور احقن، لان السائل اللي بحقنه ده شبيه جدا بالسائل اللي كان جوه ركبتي. تمام. لكن عشان ازود اللزوجه شويه بقى خلاص مش شبه السائل اللي جوه ركبتي، بس ممكن يطول شويه في العمر. ده فكرة الحقن عموما، ان احنا بنقلل الاحتكاك وان ده بيستهلك ونرجع نحتاجه، فده ما فيهوش اي مشكلة خالص. وجود الحقن دي في الدنيا ده، دي حاجة جت على جيلنا احنا لحقناها، الاجيال اللي قبلنا لأ. طبعا. فدي ميزة المفروض نستفيد بيها، مش نبقى خايفين منها ومرعوبين. ودايما يمكن الكلمه اللي بنقولها دايما، الحقن لو ما فادتش حضرتك مش هتضرك، مش هتعمل مشكله. يعني السائل اللي دخل ده الحمد لله ما بيعملش حساسيه، ما الجسم ما بيرفضوش، لو ما استفدناش ملوش اي سايد افكت لاي حاجه خالص. السايد افكتس بقت قليله جدا دلوقتي. كان زمان اول ما طلعت الحقن دي، بنتكلم في مثلا من 12 15 سنه، كانت الحقن دي بتيجي من بره وكانت حيوانيه المصدر، بمعنى انها واخدين السائل اللي جوه ركبه حيوان حصان مثلا، او ومعدلينه او عاملين فيه شويه حاجات بحيث ان الجسم يقبله. ف احقن مره تعدي اثنين ثلاثه، وبعد كده يجي واحد منهم يقبل، واحد من المرضى جسمه يرفض. بالظبط ده. وده لحد النهارده بياخدوا برضه السائل ده؟ لا لا، الفكره دي اصل انا واحده من الناس بعد ما سمعت حضرتك عمري ما هعمل. لا ده كان ما هو بدايه اي حاجه لازم يبقى كده. يعني يبقى فيها احتمال الخطأ الوارد، والخطأ وصواب، خطأ وصواب، لغاية لما نوصل للصواب. في حاجة ثانية عايزين نتكلم عليها مهمة جدا، يمكن منتشرة قوي دلوقتي، العلاج بالبلازما. أيوة طبعا، كلمة العلاج حاجات كتير قوي. العلاج بالبلازما دي حاجة بيعالج بيها حاجات كتير جدا، وفي أبحاث كتيرة جدا شغالة على العلاج بالبلازما في كل المجالات. احنا عندنا في العظم بنتكلم على علاج بالبلازما لحقن المفاصل اللي فيها خشونه، يعني هنتكلم على الركبه فاحنا نحقن الركبه دي بلازما. تعالي نتكلم الاول البلازما دي بتيجي ازاي. انا هسحب عينه دم من حضرتك وهاخدها في انبوبه وهفصلها في جهاز فصل اللي هو اللي بيلف جامد ده، فبيفصل كرات الدم تحت والبلازما فوق، ونسحب البلازما دي ونحقنها في الركبه. تمام. ده اللي بيحصل يبقى من الجسم نفسه، من الجسم نفسه لجوه الجسم نفسه، ده اللي بيحصل، وبيحصل كتير قوي، وللاسف بقى يحصل على نطاق واسع وبدون احتياطات، يعني بدون احتياطات تعقيم، بدون احتياطات كتير. نرجع للابحاث اللي منشوره والكتب اللي بتقول الكلام ده، كل الناس دي بتقول ان فكره البلازما دي ايه. فكره البلازما دي مليانه بالصفائح الدموية. الصفائح الدموية دي فايدتها في جسمنا ان هي بتوقف النزيف، او لو بدأ يحصل جرح او حاجة الصفائح الدموية تتلم جنب بعض وتقفل المكان، فما يحصلش تقفل الجرح. الصفائح الدموية دي وجودها اولا بيقلل الالتهاب، ثانيا بيستدعي، بتبعت تطلب الخلايا الجذعية اللي ماشية في الدم، وبعدين تقول لها انا عايزاكي تكتري، فتساعدها انها تكتر وتكتر وهي خلايا جذعيه، وبعدين تساعدها على انها تتحول من خلايا الجذعيه اللي هي الخليه الام اللي بتولد كل الخلايا، لانها تبقى خلايا غضاريف. كويس. المهم ان كل ده المفروض انه بيتعمل في معامل
يعني انا هسحب عينه من حضرتك وده بيتعمل ويتحضن وياخد وقت وبعدين نرجع نحقنه. وده بياخد اكيد ده وقت. ده كان البدايه. دلوقتي بقى الموضوع اسهل من كده بالنسبه لناس كتير قوي. لا احنا هنسحب دلوقتي ونحقن على طول. طبعا مشاكله بتظهر في طبعًا. مشاكل منه كتير، في ناس بتتحسن بس في مشاكل كتير. ولو رجعنا زي ما بقول لحضرتك للابحاث والكلام اللي مكتوب بيقولوا الكلام اللي انا بشرحه ده 1 2 3 وفي الاخر خالص ولا زال هذا تحت البحث ومحتاج بحث لسه ما زيادة توصلوش لنتيجه وما اقدرش احلف ان هو ده العلاج. تمام، ناخد التليفون ونكمل. استاذ محمد. الو، مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. اهلا استاذه لميه. اهلا حضرتك يا دكتور. اهلا بحضرتك، كل سنه وحضراتكم طيبين ورمضان كريم عليكم يا رب. وحضرتك الله. بالف خير، الله اكرم، اتفضل. الله يخليك. والله انا دلوقتي انا عندي 28 سنه بس انا ركبتي على طول بحس بوجع فيها ما بقدرش اقف عليها، ودلوقتي وصلت الركبه الثانيه كمان، والمفصل من تحت بحس اكنه جزع مني رغم ان هو ولا وقعت عليه ولا جزع ولا اي حاجه، بس كان ايه جزع. وزن حضرتك اخباره ايه يا استاذ محمد؟ 78. طيب عندنا تقوس او حاجه في تقوس في الرجل شويه. ساعات لما باجي اقف كده احس ان رجلي بتخني، يا اما عاوز اطلع لقدام يا اما تروح ضربه لورا مره واحده. والوجع ساعات بحسه كمان بيوصل لصوابع رجلي، بحس ان اكن صوابع جزعت رغم ان هي ولا جزعت ولا حاجه. هل ده ممكن يكون تاثير تكييف برضه؟ وارد. طيب. هقول لحضرتك حالا. طب يعني استاذ محمد، طب ناخد التليفون الثاني ونجاوبه. معانا مين؟ مدام هيام. اتفضلي مدام هيام. الو، اتفضلي، اهلا بيكي. ايوه حضرتك، انا عايزه حضرتك اسال الدكتور عن حاله والدتي. اتفضلي. الو، اتفضلي، سامعاكي. ايوه انا حضرتك، حضرتك هو والدتي عندها 70 سنه وعامله ركبه، وعامله مركبه مفصل في ركبتها، والركبه الثانيه برضو طبعا وجعها جدا، وهي عامله دلوقتي ان حالتها يعني صعبه، وعايزه تسال الدكتور عن السائل اللي كان بيتكلم عليه. هي عندها كسور في الكلى، وظائف الكلى، وعندها قلب وبس، فهي بس ايه مش قادره تمشي خالص دلوقتي، يعني الثانيه بتحمل عليها والثانيه برضو هتبتدي تبوظ زيها، وهي وزنها يعني تقيل. عايزه حضرتك تتكلمني بس عن السائل ده ينفع معاه ولا لا. وعايزه العنوان بتاع حضرتك في العياده يعني. طيب حضرتك هيام ارجعي لي الكنترول وخدي عنوان الدكتور. طيب نجاوب استاذ محمد الاول وبعدين نجاوب هيام. بصي، احنا لو احنا عشان الجسم يبقى زوايا التحميل سليمه، انا محتاج ان انا جسمي يبقى كده، في الفخذ كده، القصبه كده، كله على استقامه واحده. اي حد عنده تقوس كده يبقى انا بعمل اختلاف في زوايا التحميل ونقط التحميل اللي في المفصل. يعني انا لما اعمل اوسه كده في رجليا يبقى انا بحمل على الجزء الداخلي قوي من الركبتين، والجزء اللي بره ما عليهوش تحميل. ونقلت الحمل على الجزء اللي بره في الانكل تحت، والجزء الداخلي لا. قصه بنسميها الميكانيكيه الحيويه، وده علم لوحده يعني، وكان متعب جدا في دراسته كمان عشان تفهمي الزوايا وتقيسيها ازاي وتعمليها ازاي ومع التاني يحصل ايه ومع الفرد يحصل ايه. المهم ان الوضع ده بيحمل على نقط معينه في المفصل اللي هي المفروض ما يبقاش عليها التحميل، هذا التحميل الشديد. بمعنى ان توزيع حمل جسمي على المفصل كله المفروض يبقى على المفصل كله بالتساوي، لكن لما يبقى في اوسه يبقى انا هحمل على الناحيه دي اكتر، على واحده اكتر من الثانيه طبعا. بالظبط، فهو ده اللي احنا فيه. لو في تقوس نبدا نفكر التقوس ده قد ايه، وبنعمل اشعه بتتقاس. كنا زمان بنعمل اشعه ونقعد نمسك مسطره وقلم ونرص الافلام فوق بعض، دلوقتي الكمبيوتر بقى بيعمل ده كله. تمام. بيصور هو وبيقيس لنا الزوايا، وبنبقى جاهزين نعمل يعني عندنا قرار. في زوايا مقبوله، يعني مثلا عندنا تقوس بتاع الرجلين انا ممكن اقبل لغايه 8 درجات زياده عن الطبيعي. التقوس ده المفروض بيبقى من الطفوله ولا ده ممكن يظهر فجاه يا دكتور؟ لا، ممكن يبقى من الطفوله طول عمره. وممكن يظهر فجاه. طب وسبب ظهوره فجاه ايه؟ سبب ظهوره فجاه ممكن يكون حاجه اصابه، ممكن يكون حد اتكسر والكسر لحم بعوجه. ممكن يكون مع الوزن بدا العظم يقوس. وده بيحصل كتير في اللي سنهم مثلا 12 13 سنه ويبقى وزنهم زياده، لدرجه ان هو ساعات بيأثر على غضاريف النمو اللي في العظم، والعظم ما يطولش. طب. من كتر التقل اللي عليه خلاص بدأ يدمر المكان اللي بيطول منه.
فيبدأ يحصل تغيرات وتقوس وشديد جدا بعوجة جامدة قوي. فالتقوس ده محتاج يتعالج، يعني لو احنا عندنا مشكلة في التقوس محتاج يتعالج. الحاجة التانية اللي انا خدت بالي منها، هو بيتكلم ان ركبته بترجع لورا وبتخونه ساعات. فده يدل على ان في المفصل ده في عدم ثبات. عدم ثبات، وهو ده يدل برضو على انه يعني اهمل الحكاية بقى له بالزبط. فترة بالزبط. عدم الثبات ده في اكيد في مشكلة عندنا جوه، والمشكلة اللي جوه زي ما حضرتك بتقولي كده اكيد اتطورت. فاحنا بسرعة نعمل اشعة رنين مغناطيسي هتبين لنا الوضع جوه ايه، ولو في حاجة نقدر نتدخل نعملها. احنا محتاجين نعمل اشعة برنين مغناطيسي، ومحتاجين نعمل اشعة على الطرفين السفليين بقياس زوايا واطوال. اسمها كده. تمام. نجاوب بقى هيام، وهي والدتها مركبة مفصل في ناحية والناحية تانية لسه. بصي، في الغالب يعني مش 100% بس في الغالب، الناس اللي عندها خشونة جامدة المفاصل او خشونه متقدمه اللي بتحتاج تغيير مفصل، في الغالب بيبقوا هيحتاجوا تغيير مفصل في الناحيه الثانيه. بمعنى ان احنا لما بنعمل واحده غالبا بنقول المريض يعني اعمل حسابك او رتب نفسك ان احنا ست شهور هنعمل شويه وتعمل الثانيه بالظبط، وحتى لو الثانيه ما فيش مشاكل فيها. لا مش حتى لو ما فيش مشاكل فيها، انا بقول لك في الغالب. في الغالب بيبقوا المشكله في الاثنين، واحده زياده شويه فبنبدا بيها، وبعدين الثانيه على ما بنستنى الشهرين 3-6 بتكون الثانيه بدات. فبنبدا نعمل العمليه في الثانيه. لكن احنا لو وصلنا للمرحله اللي احنا المفروض نغير المفصل، يبقى احنا وصلنا للمرحله الرابعه من الخشونه، ما ينفعش ارجع انا بقى وادي علاج بتاع المرحله الاولى او الثانيه. وده الكلام اللي دايما بنقوله للناس. ممكن احنا نبقى بنتكلم دلوقتي على الحقن، والناس كلها تتخيل طب انا الحمد لله ربنا بعت لي حاجه من السماء، كل الناس بتقول لي تغيير مفصل، بس انا هروح اشوف الدكتور ده هيحقني ولا لا. لا، لما نوصل للحقن يبقى دي مرحله الحقن، لكن لو عديناها يبقى ما ينفعش ادي الحقن. وفي بعض الحالات بنعمل كده، يعني ممكن في حاله زي كده نحقن مع ان المفصل متاكل، بس نبقى عارفين ان احنا بنحقن لان احنا مش عارفين نعمل تغيير مفصل، حالتها الصحيه ما تسمحش مثلا، وعايزين نريحها شويه، فبيدي راحة مؤقتة، مش زي ما بنقول سنة واثنين وثلاثة، لا ممكن يريحها شهر واثنين ونرجع تاني نحقن ونرجع تاني يجيب نتيجة او ما يجيبش، فاحنا مش هنخسر حاجة زي ما قلنا. تمام. ناخد استاذ هاني. استاذ هاني السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضل. لو سمحت، كل سنة وانتم طيبين. وحضرتك بألف خير. انا من 2005، انا سني 38 سنة، من 2005 وانا يعني ركبتي تعباني، بس جت الايام دي وفيها طرقعه جامده، وانا شغلت شغل فاعل يعني مضرب رمز وكده، فسبت الشغل دوتي ورحت في شغل تاني ورشه بشتغل 12 ساعه في اليوم. فتعبت منها برضه يعني. حاليا لو الواحد مثلا لو العمليه تسمح ان هو يتعالج بره، يعني الواحد 38 سنه حاسس ان هو اصلا يعني تعبان. استاذ هاني يعني انت بتقول من 2005، ايه اللي كان بيحصل لحضرتك؟ اقول لحضرتك يعني الحقن الهويتي ينفع ولا ايه؟ ولا هقول لك. تمام. طيب يعني استاذ هاني هو مش سامعني كويس. هو بيسال الحقن ينفع ولا لا. احنا سن صغير قوي على ان احنا نفكر في ان احنا نحقن. لو عندنا خشونه في السن ده، وده يعني قليل ان هو يبقى وارد، بس ممكن يكون طبيعه شغله فيها تحميل قوي، كان في اصابات متكرره. 12 ساعه، اكيد ال 12 ساعه دول هيبقوا اغلبهم وقوف. بالظبط. بس مش الوقوف بس اللي يعمل كده، اكيد وقوف واصابه يعني. وركبته بتتلوي كتير، بيقع كتير، بيتزحلق، بيشيل حاجات معينه بزوايا مختلفه، يعني انا بشيله بحمل وانا موطي وانا مايل وانا قاعد على ركبي، يعني الاوضاع دي بتعجل بحدوث الخشونه. بس مش في 38 سنه يعني، يبقى كتير قوي. ولو احنا شخصنا ان دي خشونه، مش التهاب في المفاصل، مش التهاب روماتيزمي في المفاصل، مش نقرس، مش حاجه عامله التهاب في المفاصل كلها مش بس الركب، وده محتاج طبعا دكتور يشوفه عشان نعرف ده، لكن لو وصلنا ان دي خشونه، يبقى في الحاله دي هنستفيد قوي من الادويه اللي بتزود السائل اللي جوه المفصل، لان سننا لسه صغير. يعني احنا نعتبر نفسنا في المرحلة الأولى والموضوع سهل بكتير. بس الأهم من ده ان احنا نعمل تمرينات نقوي العضلة الرباعية الأمامية بتاعة الفخذ، ودي تمرين سهل جدا، هننام على ظهرنا وهنرفع رجلنا مفروضة 45 درجة،
ونقرا الفاتحه وننزلها، او نعد من 1 ل 20 وننزلها، ونرفع رجلينا ونقرا الفاتحه وننزلها، وهكذا. نكرر الموضوع ده 10 مرات. حضرتك قلت على الموضوع ده يمكن كذا مره. بيعمل ايه؟ بصي، احنا عندنا مفصل الركبه عظمتين فوق بعض والصابونه قدامها. ايوه. عظمه الصابونه دي عظمه جوه وتر العضله الرباعيه. معموله ليه؟ عشان العضله الرباعيه اللي قدام الفخذ، العضله الكبيره دي، لما بتنقبض بتفرد الركبه. بتفرد ركبتي. وعشان الوتر ده يعدي قدام العظم هيحتك وهيتاكل، فربنا حاطط على جوه على الوتر ده حته عظمه زي الصابونه وملساء جدا، بحيث انها هي اللي تحتك مع العظم وما يبقاش فيه تاكل وما يبقاش فيه التهاب وهكذا. العضله دي ماسكه فيها الصابونه، لو العضله دي ضعفت الصابونه دي بتنزل لتحت سنه، احنا بنتكلم في حاجه اقل من ملي. لو العضله مش مشدوده او يعني التون بتاعها مش قوي هتنزل الصابونه شويه، مع نزول الصابونه شويه ده بقى هتحتك في مكان غير طبيعي ومؤلم، فهيحصل الالم الشديد اللي ممكن يكون اي حد بيحصل. فاحنا من اول عضله عشان كده ناخد فاصل ونكمل ان شاء الله. مشاهدينا فاصل ونرجع لحضراتكم مره ثانيه، خليكم معانا. برحب بحضراتكم مشاهدينا معنا مره تانية. معنا النهارده الاستاذ الدكتور محمد خطاب، اكيد بنرحب باتصالات حضراتكم واسئلتكم. دكتور محمد، حضرتك كنت بتقول ان البلازما والحاجات دي فيها مشاكل كتير، ويمكن اي حاجه جديده بتطلع بنلاقي فيها اقاويل كتير جدا، في منها المضروب واللي مش سليم واللي اي كلام، وفي منها الاصلي اللي هو المفروض ان احنا هنستعمله. واحد بيقول يعني الناس تراعي ضميرها بقى، يعني ده مرض وجسم بني ادم، واي خلل يحصل فيه يعني قد ايه انت هتبقى ارتكبت ذنب شديد جدا. ايه المشاكل اللي بتحصل في موضوع؟ بصي، هو هي الفكره في ايه، ان احنا في ابحاث بتقول ان احنا خلايا البلازما دي او الصفائح الدمويه اللي موجوده في البلازما بتحفز ان الخلايا الجذعيه دي تنشط وتقلل الالتهاب وكده. الابحاث دي في ابحاث، بس 2 3 4 10 ما اقدرش اسند عليهم قوي، ان انا اتمنى ان يبقى هو ده العلاج وده في ايدينا ورخيص، ده انا هسحب عينه وهفصلها وهحقنها تاني، الموضوع مش هيكلفني 10 جنيه. والموضوع يا ريت يبقى كده، بس ابقى متاكد ان هو ده العلاج ويبقى معايا ابحاث اسند عليها ان هو هو ده العلاج، والاوراق والابحاث بتقول كده. ما بقاش بعرض بقى مريض بالزبط. انه الامه تبقى مضاعفه. بالظبط. انا شفت كتير جدا محولين بلازما، والناس بقى عندها فكره في ده، فيعني دكتور عندك حقن بلازما؟ لا. طب سلام عليكم. يعني هو خلاص بقى عنده الفكره ان هو عايز يشوف البلازما دي تعمل ايه. ويمكن انا هقول يعني ايه، انا فكرت كده، يعني هو يعني حكمه ربنا ايه في ان احنا نبقى المفصل ده محتاج البلازما اللي بره المفصل، ليه مش معديه على هنا؟ الموضوع محتاج يدرس، وزي ما بقول لك في اخر كل بحث، يمكن هوريه كده بعد الهواء، اخر كل بحث سطرين ثلاثه ولا زال الموضوع تحت البحث ويحتاج لدراسات مستمره ومستفيضه ومش عارف ايه، بمعنى ان محدش يقدر يسند على ده، استنوا شويه او لما نتاكد اكتر. الفكره بقت سهله وبسيطه وبقت بتتعمل في كل مكان، في عيادات كتير، في اماكن كتير، وكلهم بنفس الحكايه، اسحب عينه افصلها احقنها للمريض وهكذا. شفنا حالات حصل منها التهاب. حصل فيها التهاب وصديد وتورم شديد، ويمكن انا كنت في مؤتمر قريب وكان معايا ناس من الزملاء واتقابلنا كتير وتلاقينا في نفس الكلام، يعني انا شفت حالات كذا وانا شفت حالات كذا وانا شفت حالات كذا بسبب ده. بسبب ده، وفي ناس ارتاحت، بس وجود مضاعفات ده يقلقنا. احتمالات. بالظبط كده. فانا لما يبقى في ايدينا كلام هاجي هنا وهقول انا في ايدي كلام دلوقتي بيقول 1 2 3 وهنبدا دلوقتي نعالج بده. في ناس بتحقن اللي هي البلازما الغنيه بالصفائح الدمويه اسمها البي ار بي اللي هو اللي احنا بنتكلم عليه ده، بتحقنه مع الحقن اللي هي السائل الزلالي الصناعي اللي احنا بنقول عليه، وبتحقنهم الاثنين مع بعض، بس ده برضو لسه تجارب او لسه اختراع، ما توصلتوش للنتائج النهائيه فيه. بالظبط كده. فانا بمعنى ان انا لما اجي اعمل حاجه زي كده لازم ابقى معرف المريض ان ده لسه حاجات بتتعمل،
وانا موافق وانت موافق واحنا موافقين ان احنا نعمل ده ونعمل التجربه، مش هنخسر حاجه مش عارف ايه، ويا صابت يا خابت. بالظبط، يا صابت يا خابت، وانت موافق او مش موافق. لكن ما اقولوش ان هو ده الحل، وهو ده الحل اللي مفيش زيه ومفيش غيره، فانت لازم هتعمله وتعمله. بالظبط. ولما ما تجيبش نتيجه نقول معلش هو يعني بتحصل ومش عارف ايه، ليه؟ ما احنا في ايدينا ان احنا ننتظر لغايه لما يبقى الكلام واضح. صحيح. انا زي ما بقول لحضرتك كده، انا ما عنديش اي مانع ان انا هاجي اقول انا احنا وصلنا لده وده طلع صح وهنعمله. ناخد التليفون. اتفضلي مدام ناهد. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي. اهلا مدام لمي، اسال الدكتور بعد اذنك. اتفضلي، كل سنه وحضرتك طيبه. كل سنه وانت طيبه يا حبيبتي. وحضرتك بالف خير. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بسال حضرتك، انا عندي 63 سنه ونص. ربنا يديك الصحه يا رب. عمرتي قوي، وعندي غضروف مقطوع في الركبه بناء على اشعه رنين. انا بسال حضرتك، في دكاتره نصحوني بعمليه وفي دكاتره قالوا لي لا مش لازم العمليه، مش هتفيدك كتير. ومع العلاج ممكن تتحسني. اخدت علاج وحاسه فعلا بتحسن عن الاول، بس مش بدرجه يعني، مش بدرجه كبيره قوي يعني، بتعب من مشوار كبير وبتعب من الوقوف. وبسال بقى بالتحديد اكتر، انا ما عملتش العمليه وما عنديش قرار ان انا اعملها بصراحه، عايزه اعرف ايه الاضرار اللي ممكن تحصل، هل الغضروف ممكن يلتئم من غير عمليه؟ بالعلاج مع التحسن اللي انا فيه برضه متحسنه عن الاول بكتير. وبسال سؤال بقى مهم، هل ممكن اسجد في الصلاه؟ هقول لك. حاضر، تابعينا يا مدام ناهد، الف سلامه عليكي. السؤال مشهور جدا. انا الدكتور قال لي عمليه، لو ما عملتهاش يحصل ايه؟ طب وليه لو ما عملتهاش؟ طب لو هو ده الحل. انا لو انا مع الناس اللي بتقول لها نعمل ده بالمنظار. في بعض الناس بتستسهل بسرعه تقول لا ندخل عمليات، بعض الدكاتره. هقول لك حاجه، في موضوع حاجه زي الركبه دي احنا بنبقى بنلحق، انا ببقى عايز الحق بسرعه، واحنا في المرحله الثانيه قبل ما نخش الثالثه، او في الثالثه قبل ما نخش الرابعه، احنا عايزين نعمل حاجه بالمنظار هندخل نلحق فيها ده قبل ما نقول لحضرتك احنا محتاجين نغير مفصل، فانا بكلمها. فاحنا مش عايزين نوصل للمرحله دي، ولو احنا هربانين من عمليه صغيره دلوقتي بعد الشر هتبقى العمليه اكبر والموضوع اكبر بكتير. انا مع الدكاتره اللي قالوا لها هنصلح قطع الغضروف ده. اولا احنا هنصلح حاجه جوه الركبه فيها مشكله، ثانيا هنقلل الاحتكاك كتير قوي، فمش هيحصل التطور الشديد لحالات الخشونه دي. انا بشوف كتير قوي احنا نعمل عندنا مشكله النهارده في الركبه ونعمل اشعه بالرنين ونكتشف فيها قطع في كذا وقطع في كذا وقرحه ومش عارف، نكتشف المشاكل الموجوده عشان نلحق نحلها. على ما المريض بياخد قرار، وزي ما المدام عملت كده، يسال دكتور واثنين وثلاثه وواحد يقول له اه، احد يقول له لا، او جرب علاج طبيعي، نجرب مش عارف ايه، وبعد كده يرجع تاني، يبقى الموضوع اختلف تماما تماما. وكتير بتحصل، انا جاي يا دكتور اعمل كذا اللي حضرتك قلت عليه، لا ما خلاص كان ينفع من سنتين لكن دلوقتي لا. فاحنا لو في ايدينا حاجه نعملها، يعني انا بقول لها ده لوجه الله. تمام. ربنا يشفي الكل يا رب. استاذ محمد. استاذ محمد سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا فندم. عليكم السلام ورحمه الله. اتفضل يا فندم. لو سمحتي كنت عايز اسال الدكتور. اتفضل. انا عامل عمليه حوض مركب شريحتين وعشر مسامير، ده نتيجه حادثه عربيه. ربنا يعافيك. عايز اسال دلوقتي، انا العمليه عاملها من 9 اشهر ونتج عنها سقوط في القدم. فانا بعمل جلسات علاج طبيعي، ف يعني ممكن استمر ولسه لغايه دلوقتي ما حصلش تقدم في في القدم، يعني انها ترجع زي ما كانت. فممكن نقعد، ممكن تقعد عمليه جلسات العلاج الطبيعي مدتها يعني ممكن نقعد قد ايه؟ وبعدين الدكتور كمان بيقول لي ان ممكن فيما بعد نحتاج ان احنا نعمل عمليه تغيير مفصل. فهل يعني اللي حصل تاكل فصل مفصل، فهل الكلام ده صح ولا مفصل الفخذ فوق؟ مفصل الثانيه العلاج الثاني. مفصل الفخذ؟ مفصل الفخذ يا استاذ محمد؟ لا، هو حصل كسر مفتت في الحوض وكان في ضغط على العصب. تمام. امال ايه المفصل اللي عايز يتغير استاذ محمد؟ المفصل بتاع الحوض. بتاع الحوض.
حاضر هقول لحضرتك. طيب حاضر. تابعني استاذ محمد. الف سلامة على حضرتك. اصابه جامده في الحوض وعملت كسر في الحوض. هو بيقول عمل عمليه شرايح ومسامير ونتج عنها سقوط في القلب. هو مش نتج عنها، هو نتج عن الاصابه الاولانيه. يعني الحادثه مش بسبب ده. الحادثه هي اللي عملت، هي اللي قطعت العصب، والعصب ده هو المسؤول عن ان القدم يترفع لفوق، واتعملت العمليه وتثبت العظم، بس العصب بياخد وقت عشان يرجع. وخلال الفتره اللي بين الاصابه وبين العصب ما يرجع، انا محتاج ان العضلات تفضل قويه واحافظ عليها وما تضعفش ولا تضمر. مشكلة ان العضلات لو بطل يجي لها النبضات العصبيه او الكهرباء اللي بتجي لها، هتفهم ان مفيش كهرباء بتجي لها، هتبدا تضمر تماما طبعا، وتلاقيها مش موجوده. فهي الفكره في العلاج الطبيعي في المرحله اللي احنا اللي هو بيعملها دلوقتي دي، ان احنا بندي نبضات كهربائيه للعضلات. خدي بالك انت بيجي لك لسه نبضات، بيجي لك لسه نبضات، تفضل كده لغايه لما العصب اللي رايح لها يرجع يشتغل تاني. ده بياخد فتره على حسب طول العصب. طول العصب منين؟ من المخ لغايه المكان. فلو انا عندي اصابه في صباع رجلي الصغير، يبقى انا محتاج لسه كل المسافه دي، لان العصب لما بيتقطع بيرجع يبني نفسه من اوله لاخره، مش بس يلحم الحته دي. فهو دلوقتي في المرحله اللي بيعمل فيها تنبيه للعضلات عشان لا تضمر، لكي لا تضمر لغايه لما يرجع النبضات الطبيعيه بتاعه العصب. هنحتاج في المرحله دي طبعا دكتور جراحه مخ واعصاب يتابع معانا الموضوع ده، ولو في تدخل يتعمل، ترقيع عصب، توصيل عصب، في حاجه تتعمل. لكن في المرحله اللي هو فيها، طالما هم قايلين له علاج طبيعي، يبقى هم منتظرين العصب يرجع. فلازم ان هو يلتزم بالعلاج الطبيعي. بالظبط. ربنا يشفيه يا رب. طيب ايه الاعراض اللي ممكن بني ادم يحس بيها تبقى مؤشر ويعرف ان في خشونه بدات تحصل في الركبه؟ حلو، عشان ده سؤال مهم جدا. الناس دايما بيبقى عندها احساس ان انا رجلي بتطقطق في الصلاه كده جالي خشونه. لا، رجلي بتطقطق في الصلاه ده ضعف عضلات. رجلي بتطقطق في طلوع ونزول السلالم ده ضعف عضلات. بدايه الخشونه هو الم مستمر في الركبه، الم زي السخونه، زي الحرقان، بيبدا هادي في الاول، بعد كده يزيد، يبدا الالم مع الحركه مع نزول السلالم اكتر من الطلوع. يعني دايما احنا عندنا فكره ان انا طالع السلم، الطلوع بالنسبه لنا هو اللي بيبقى اصعب كتير واحنا نازلين بتوجع اكتر. اللي عنده خشونه او بدايه خشونه توجعه اكتر في النزول عن الطلوع. وبعد كده المراحل اللي بعد كده الالتهاب ده بيزيد، الالم بيزيد، يبدا يحصل معاه تورم وارتشاح في المفصل، وبعدين برضو يلتهب ويحمر. ويعني مراحل الحمد لله ما بنوصلش للمراحل دي لانه بيكون راح لدكتور قبل كده. بس هو ده التطور بتاع الخشونه. تمام. طيب الوقايه بقى يا دكتور، ازاي نبقى واخدين بالنا من حركاتنا، من قعدتنا، من يعني احنا دايما الواحد بيقول لك نسيبها على ربنا، وطبعا كلنا سايبينها على ربنا، لكن في بعض حاجات كده، مواقف احنا بنعملها بناذي نفسنا بيها. زي ايه مثلا؟ قله الرياضه، يعني دي مشكله عندنا. ده موضوع مفروغ منه. احنا علشان نعمل رياضه هتقول لك انا فاضي اعمل نمشي. رياضه نمشي نتحرك. انا زي حضرتك، مشكلتنا كلنا سايقين عربيات وما بنتحركش وما بنمشيش كتير. محتاجين ان احنا نمشي، محتاجين ان احنا نقوي العضلات دي قوي، نحافظ على الوزن انه ما يزيدش، لان ده بيحمل على المفاصل جدا. الاهم من ده كله، خلاص احنا اتكلمنا في الوقايه، نتكلم في العلاج. لو انا في المرحله الاولى اخد علاج المرحله الاولى، لو انا في المرحله الثانيه ما اخدش علاج المرحله الاولى بقى، ما هو مش هيعمل حاجه. بالظبط كده، اخد علاج المرحله الثانيه وما اقعدش ادور. زي ما سمعنا النهارده، هي عايزه تسمع دكتور يقول لها بلاش عمليه، هي راحت لحد الاول قال لها محتاجه منظار، وبعدين هتبدا تدور على اي حد تاني يقول لها كلام يريحها. انا مش عايز كلام يريحني، انا عايز كلام يخففني. شو اذا حضرتك بتقولي انه اي حد بيجي عندي احيانا يقول لي انت عندك بلازما، لا ما عندكش، لا طب انا همشي. ايوه بالظبط، لانه هو عايز الالم لما لا الالم كمان لما بيبقى شديد قوي، خاصه لو سمعت مثلا من حد وقال لك اصل البلازما دي، ده هي دي اللي هتريحك، انت لو خدتها في لحظتها هتحس شده الالم، بتخلي البني ادم عايز ياخد اي حاجه. بالمناسبه هي ما بتضيعش الالم في لحظتها، ده بتعمل نوع من ال لا ده تصور يتصوره المريض انه عايز يجري على اي حاجه. ونبدا نحس بالتحسن بعد 3-4 ايام، لكن في الفتره الاولانيه بيبقى فيها التهاب شديد والركبه بتبقى
ناشفه ومحجره وقفشه وبيقعدوا ياخدوا مهدئات او مسكنات ومضادات للالتهاب عشان الدنيا تهدى. الورم اللي بيبقى في الرجلين يا دكتور هل ليه اسباب كتير ولا بيبقى سببه معروف ولا ايه؟ الرجلين الاثنين قصبه الرجل والقدم، التورم صوابع بتاع ووش الرجل، التورم بتاع الاطراف ده له اسباب كتيره جدا. له اسباب مرتبطه بالقلب، ضعف عضله القلب ما بتقدرش تسحب الدم من تحت لفوق فده سبب. لو الكبد تعبان شويه بيقل نسبه البروتينات في الدم، فالدم بيبقى لزوجته اقل فبيهرب منه ميه في الانسجه. ففي حالات قصور الكبدي بيحصل كده، في حالات القصور الكلوي يحصل كده، في حالات النقرس بيحصل التهاب في المفاصل ويحصل معاها تورم. اسباب كتير معظمها في البطنه ومعظمها في الاوعيه الدمويه قبل العظام. احنا يمكن اخر حد بيتعامل مع تورم الرجلين الذي بلا اصابه، اللي من غير اصابه، من غير خبطه او من غير كسر او كده. طبعا الكسور والخبطات بتعمل تورم، لكن احنا بنتكلم على التورم اللي هو الطبيعي اللي من غير اصابات. اللي من غير اصابات غالبا بطنه واوعيه دمويه قبل العظم. دكتور محمد، سؤال خارج الحلقه ولكن تنويه لشغلنا في شهر رمضان ان شاء الله، تقول لي مين شكرا اثر في حياتك؟ أقول لي مين شكرا أثر في حياتي؟ كاميرا بقى معاك، إنسان معاك. أقول أستاذي دكتور حامد الجهري. أثر فيك إزاي؟ علمني كتير واستفدت منه كتير جدا جدا، وفضله عليا كتير بعد فضل ربنا طبعا. ومين من أسرة حضرتك؟ أبويا وأمي طبعا. طب بما إنك اتأثرت بإيه؟ فاني بقول لك تقول لي مين شكرا. يعني يا رب ننجح في تقديم حلقاتنا في رمضان. كل سنه وحضرتك طيب يا دكتور طيب محمد. يعني اسفه اذا كنت قلبت عليك. لا خالص، بالعكس، ده انا بشكره في كل مكان. وانا بشكر حضرتك يا دكتور، ونورتني النهارده، وكل سنه وحضرتك بألف خير. طيب ورمضان كريم، واشوف حضرتك بألف خير ان شاء الله. شكرا. بكرة إن شاء الله أول أيام شهر رمضان المبارك، عامل لكم فكرة كده صغيرة يا رب تعجبكم كلكم، وأي حد عايز من قلبه يقول لحد شكرا هو أثر في حياته وكان سايب علامة، كلمونا في حلقة بكرة. وعلى مدار 30 يوم إن شاء الله في شهر رمضان، أي حد عايز يقول لأي حد شكرا اتصلوا بينا ويقول له على الهوى شكرا عشان كان ليه علامة وتأثير في حياته. معنا ضيوف جداد إن شاء الله هيبقوا ينضموا لينا في شهر رمضان، إن شاء الله هنوه عنهم وأقول عنهم بكرة بإذن الله. انتظرونا إن شاء الله بكرة وأول أيام شهر رمضان المبارك. كل سنة وحضراتكم بألف خير. سلام عليكم.